بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتاريخ إن شاء الله رب العالمين النهاردة يا جماعة 15/1/2022. أهلا وسهلا بمحبيني حبايبي الحلوين على الفيسبوك، أخوات المحترمين، أحييكم من قلبي تحية طيبة. من أبو عمر في المنوفية، من داخل قرية عرب أبو ذكري، عند مين؟ عند الحاج حسن ابو الحاج. للتواصل مع الحاج حسن كده مبدئيا يا جماعه، قبل ما نبدا العرض وقبل اي حاجه سمعونا الصلاه على حبيب النبي. تاني حاجه بنقول اعمل معانا لايك واشترك معانا في القناه علشان يوصلك كل جديد، علشان هعرض لك 10 دبابات من العيار التقيل قوي، هقول لكم السعر وكل حاجه. رقم التليفون مبدئيا بتاع الحاج حسن يا جماعه 010-22-84-72-46 010-980-4998. خليكم معانا وتابعوا معانا عشان نشوف الحاج حسن هيقول لكم اسعارهم كام ال10 دول والاعمار كام وكل حاجه، ومش هنطول على المشاهدين. بس ادونا لايك يا جماعه، ادعونا باللايك، ادعونا باللايك يا جماعه، لان انا بخش على الفيديو يعني بشوف معانا 20,000 مشاهد 15,000 مشاهد ومفيش لايكات. طب ليه يا جماعه؟ ادعونا باللايكات يا جماعه، اللايكات، لان انت كل ما تعمل لايك الفيديو غيرك هيشاهد الفيديو، ولو له نصيب في حاجه هيشوفها ان شاء الله. خليكم معانا ثواني. بسم الله ما شاء الله، ادي اول واحده اهي، بسم الله ما شاء الله، مبكره اهي، بز اسمر وفتحه ونظام، ربنا يبارك ربنا يبارك. شايفين يا جماعه البزاز اهو، حاجه فوق الوصف، بسم الله ما شاء الله. والباين كلها يا جماعه، العجلات كلها في الاكل والشرب قدامكم اهوت. افرقوا اول حاجه على 10 عشان نخش بالسنه الحاج حسن على طول كده، نشوف الحاج حسن فين ونخش باسعار. الحاج حسن قاعد اهوت بيشرب شاي، خلينا نخش كل حاجه. مساء الفل يا عم حسن حبيب قلبي يا باشا، اخبارك يا مدير؟ الحمد لله على السلامة يا باشا. أحلى مشاهدين معانا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك سو بلدنا، وعلى اليوتيوب سو بلدنا الناس المحترمة. أنا بحيي كل المشاهدين اللي معانا وبمس عليهم وبقول لهم كل أسبوع وأنتم طيبين وكل سنة وأنتم طيبين. ربنا يبارك لك يا عم حسن، ربنا يبارك لك يا باشا. وأفخم عرض من العروض يا أبو عمر بقدمه، وما بقولكش عقول أقوم معاك يا أبو عمر. خليك يا باشا قاعد زي ما أنت. أقوم يا أبو عمر دي يا عم، خليك عادي. أقوم يا أبو عمر. أنا فرقتهم يا عم حسن، فرقت المشاهدين على الباقي. ماشي يا أبو عمر. أنا فرقتهم على 10 عجلات. دلوقتي يا جماعة بقدم لكم أفخم 10 عجلات على اليوتيوب. تمام. وعشرة وسعر بما يرضي الله يا ابو عمر ورسوله. ونعمل الاعمار يا عم حسن، انا كم الأعمار من كام لكام؟ الاعمار تبدا يا ابو عمر من 13 الى 15 شهر. من 13 يعني في حاجه فيها 10 مثلا؟ يعني ان شاء الله بامر الله هم جاهزين للقاح على طول. بس انا شايف فيهم عجله مبكره يا عم حسن انا قوي. ان شاء الله السمره اللي هناك دي يا ابو عمر، خليط الهولشتاين اللي هناك دي ان شاء الله فيها باذنك يا ربنا وصاحبها قال فيها تلقيح فعلا. تمام. بس العالم ربنا. ونعم بالله، عندك سلم فاضي؟ لا سلم فاضي عشان خاطر الصح ما فيش احسن. جميل. واي حد بيشاهدنا عايزين منه لايك واشتراك القناه والصلاه على سيدنا رسول الله. صلى الله وسلم على صلى الله عليه وسلم. سمعونا الصلاه على حبيب النبي يا جماعه زي الحاج حسن. بسم الله تبارك الله ما شاء الله يا ابو عمر، افخم 10 عجلات اهم قدامك يا ابو عمر. تمام، والسعر يا عم حسن كده؟ والسعر هنا ببلاش يا ابو عمر. تمام. انا ما بقولش ب 165 ولا ب 170 ولا الكلام ده خالص. لا احنا عند الحاج حسن طبعا زي ما احنا معودين الناس. زي ما معودين الناس. ومعودني انت على المفاجات يا عم حسن بتاعتك. دايما كده ايه بتفاجئني، فانا عايزك تفاجئني على طول يا عم حسن، توكل على الله. ال10 دولت يا ابو عمر النهارده انا بقدمهم لك بسعر بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك، كم يا عم حسن؟ السعر هنا يا ابو عمر 156,500 يا ابو عمر. كام يا باشا؟ 156,500. يعني عجلتهم مع كام؟ عجلتهم يا ابو عمر ب 15,650. 15,650. 650. برضه يا جماعه احنا هنسيب راي الناس في تعليق عن الاسعار اللي انتم شايفينها قدامكم، وعن الحاج حسن اللي انتم شايفينه برضه قدامكم. ان شاء الله رب العالمين يا جماعه محل امان وثقه باذن الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك في صاحب النصيب. يعني العجله اسعار من تحت هنا. طب اقول لك على حاجه، صلى على النبي يا ابو عمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا معاك واحده صغيره اهيت، معاك واحده صغيره. لو خدت الدبله بتاعتها هنقول عليها هولشتاين الماني بيور ب 19,000. لا ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش يا عم حسين. العجله قرعه يا جماعه برضه في العرض. العجله قرعه في العرض يا جماعه. هنعرض باللي يرضي الله. زي ما انت جايب، زي ما انت هتعرض وهتبيع بما يرضي الله. عجله قرعه يا جماعه اهيت، مش هنقول عليها بيور، لا احنا بنقول عليها خليط برضه من العالي. لا بقول لك لو خدت الحلقه بتاعتها بتاعت مكانها ماشي، هنقول عليها هولشتاين الماني بيور و1000 واحد هيرن عليها. بس احنا زي ما احنا جايبين يا باشا، زي ما احنا هنعرض. دي اصغر حاجه فيهم يا جماعه. دي اصغر عجله فيهم يا ابو عمر. عمرها كام يا معلم حسام دي؟ دي عمرها تروح من 13 شهر يا ابو عمر. من 13 شهر؟ من 13 شهر يعني. تمام. يا باشا. حاجة ما شاء الله ربنا يبارك، حاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين ريح وفتحة ونظام وعض. دي لو فيها 10 شهرين اتنين يا ابو عمر
وشالهاش برضه يا جماعه وبز اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. دي لو فيها عشر شهرين اتنين بسم الله ما شاء الله يعني. يا عم سيب على الله ربنا يرزق اللي بص يا عم حسام اللي هياخد حاجه ربنا يطعمه عشان ما فيش حد برضه هياخد حاجه ببلاش يا اخوان. دي اصغر ما فيهم عمر. واحنا برضه الحاج حسن طالما بيقول لك رزقانا ومسامح. الالمان اللي عندك دي الثانيه برضه. تمام. الحاج حسن بقول لك احنا مسامح ورزقانا والحمد لله. نسيب الملك للملك يا باشا. اكبر ما فيهم اكبر ما فيهم قسما بالله بعمر من غير ما نحلف. المشاهدين عندك يطلعوا يقولوا تحت شربة تنعرض ب 20,000 وفي اي حته ب 20,000. يا عم سيب على الله يا معلم. المشاهد بتاع. عندك اللي هيتكلم في التعليق يا باشا احنا مستنيين راي الناس في التعليق يا جماعه. العرض اكبر واحده فيهم برضه معلش. العرض هنا يا جماعه على 15,650 وربنا يبارك لصاحب النصيب 10 دبابات امك. منتظرونا في اقوى عروض الحاج حسن ابو الحاج المنوفيه غوسنه وقريه عرب ابو ذكري. انتظرونا انتظرونا والسلام عليكم. ده انا عايزك تحج تحج ورحمه الله وبركاته. حاج الله اكبر. ربنا يبارك يا باشا صاحب النصيب ربنا يبارك.